أهلا وسهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي. كما هو معروف يعني تم إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للسودان، لأن منطقة كوارف جراء الفيضانات أو الفيضان، فيضان النيل اللي عم كل ولايات السودان أو أغلبها يعني. فبالتالي عندما تم الإعلان يجب أن تكرس كل المجهودات الرسمية والشعبية لخدمة المتضررين جراء السيول وأيضا الأمطار. لذلك الجهد الشعبي والجهد الرسمي هو مطلوب جدا من أجل التكاتف والعبور يعني بالفترة دي إن شاء الله لجانب أخضر وأنظر بإذن الله تعالى. حنقيف الآن على أبرز الجهود المقدمة وآخر التطورات فيما يخص ارتفاع مناسيب النيل وأيضا تقديم الخدمات اللازمة لكل المتأثرين والمتضررين. نرحب مباشرة عبر صباح الشروق بالباشمهندس عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لدرء آثار السيول والأمطار والفيضانات. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا باشمهندس. باشمهندس سامعنا صباحا؟ مجهودات كبيرة جدا على المستويين، المستوى الرسمي والمستوى الشعبي صحيح. لمجابهة ودرء آثار الفيضانات والسيول وارتفاع مناسيب النيل. هذه المناسيب التي ارتفعت ولم نشهد مثل هذه النسب المرتفعة يعني على مر الأيام وتقادم السنين قريبا لم نشاهدها. يعني من 100 عام 88 الناس 88 كان خف شوية. ما متخيلة انه يكون بالشكل ده، خاصة انه في مناطق آمنة يا حسام، فجأة انت على بعد كيلومترات وفي ساعة او في نصف ساعة تغمر كل المناطق يعني بالمياه. يعني جانب حزين كده ومؤلم بالنسبة للأسر اللي هي كانت منتجة والآن أصبحت محتاجة لكل المعينات اللي بتجيها بردا وسلاما. أكيد أكيد أدوار كبيرة جدا بيقوموا مجموعة من الشباب، بنديهم التحية الكبيرة جدا عبر صباح الشروق. والآن نقف على المجهودات الرسمية لمقابلة ارتفاع مناسيب النيل. باشمهندس عبد الرحيم معنا الآن، السلام عليكم. مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، صباح الخير، سعيدين بك في صباح الشروق، وعاوزين نقف معك ومن خلالكم كلجنة عليا لدرء آثار السيول والأمطار والفيضانات على آخر الجهود في المناطق كلها التي تأثرت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا له ونعاد الشروق. الحقيقه طبعا الموضوع كما هو عليه يعني في الايام السابقه، ولكن هناك بعض التحسبات يعني الموضوع في حال انه حصل اي زياده او طرات اي زياده جديده. نعم. لكن ما زالت المناطق المتاثره ما زالت يعني المعالجات جاريه فيها، و في نسبة مياه كبيرة فعلا دخلت بعض الأحياء وبعض القرى اللي هي كانت فيها مناطق ذات شاشة تسربت يعني المياه إليها. بالأمس الغريب كانت في برضه بعض البلاغات يعني طبعا معظم البلاغات بتجد يعني حظها من القبول وحظها من المعالجة، ولكن هناك يعني فعلا العدد غير كافي من الأيام والعدد غير كافي من المعدات والآليات. ناخذ كل بلاغ وحجم البلاغ والأضرار الممكن تنجم عنه، عشان كده يعني بدينا بهذا الوضع يعني. الحمد لله، لكن العمل ماشي كل الأيام وكل الشركاء معنا من الدفاع المدني باقتراع مهندسين كل الجهات يعني المشاركة والجهات الشبابية والمنظمات الشبابية يعني الحمد لله كل الناس يعني في تناغم تام وعمل دؤوب يعني في طيب يعني تقليل المخاطر معاكم بإذن الله. طيب باشمهندس، نحن عارفين انه يعني السودان الان بيمر بفتره صعبه جدا، يعني ازمات متلاحقه في كل مجالات الحياه، لكن الان بما انه تم اعلان حاله الطوارئ والسودان منطقه كوارث، وبالتالي لازم كل الجسور الجويه، كل المعينات اللي بتصل توزع بالصوره المطلوبه. انت ذكرت حتى البلاغات اللي بتجيكم طوال مباشره بتباشروا في عمليه النداء يعني. فنتكلم عن المناطق يعني اللي هي اتأثرت وجاتكم بلاغات
والمجهودات بتاعت الدولة قد ما تسع لتنفيذ كل ده. الشراكات شنو مع المنظمات بتاعت المجتمع المدني؟ هل عندكم شراكات حقيقية حتى انه تسرع مباشرة في تنفيذ العمل يعني؟ والله احنا الآلية بتاعتنا بالذات الآلية الحد من مخاطر السيول والصدمات يعني معظم أعمالنا بتنمو تحت البنية التحتية. نعم. يعني معظم العمل بتاعنا بنمو تحت العمل بتاع البنية التحتية اللي هي التروس والسدود و الأعمال المصارف، يعني كل الأعمال اللي هي بتحد من دخول المياه، من دخول السيول، بتحد من إذا في أمطار الناس كيف يعني يقدروا ينقلوا المياه بتاعت الأمطار إلى داخل النيل. اما بالنسبه للمناطق وللاضرار، يعني احنا بالنسبه لنا في اللجنه المركزيه العليا هي دي تقريبا اللي بتحسب الاضرار والعمل مع المنظمات المجتمع المدني الدولي والمجتمع المحلي. نعم. في كيفيه التقديم العوني للناس اللي تضرروا يعني. لكن احنا يعني كل العمل اللي احنا بنقوم به حاليا هو كيفيه المعالجه بتاعت البلاغات، كيفيه انه ما يكون في اضرار، نغلل من الاضرار وبتاعها اللجنه الاخرى. طيب. هي بتقوم بالاعمال الاخرى من الحصر ومن الوقوف بتقديم العون المطلوب يعني. خلينا يا باشمهندس نتكلم عن هذه الاعمال الاخرى اللي ذكرتها، وعلى حسب فهمنا من كلامك انه ده تدخل سريع، شكل هذا التدخل السريع وشكل التواصل عشان ما تقوم بدوركم الملموس. التدخل طبعا نحن بالنسبه لنا في كل محليه عندنا حاليه فرعيه موجوده. نعم. وبيمثل فيها كل الجهات بتاعت الشركاء الموجودين دي. بجانب رئاسة الآلية دي موجودة عندنا برضه في موضع، فبعد يعني كل البلاغات اللي بترد أو إذا نحن عايزين حسب حجم التدخل، فبتقوم المركزية بتقوم تتدخل مع الشرعية. فدي دي 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 النظام بتاع التدخل السريع يعني. عندنا زي وحدة مصغرة تكون موجوده قاعدة، فدي فعلا اذا حصل اي كارثه او اي اضرار او اي قصورات يعني فوق المعدل بتاع ما يقدروا يقوموا به والجهه الفرعيه الموجوده هنا، فنحن بنحصل يعني بواسطه المركزيه دي، او حتى اذا وجدنا في جهه عندها معدات وعندها اليات ما مستخدمه في اللحظه دي، بنقوم طوالب الاتصال بنحولها للجهه هي المحتاجه لها، يعني زي بنعمل الكنترول بتكون في المركز يحول البلاغات اللي بترد اليه، يعني يضيف مع الجهه اللي عندها بلاغات اكثر، يعني يوزع كل الادوار، فده العمل اللي بيكون عندنا فيها التدخل السريع. طيب باشمهندس، يعني النيل في ارتفاع يعني مستمر خاصه الامطار اللي حدثت بالامس، وارتفاع ايضا مناسيب النيل في محطات معرفه هذه المناسيب، قدر كيف ممكن نقيس مستوى الانخفاض او مستوى ازدياد النيل الان يعني؟ وهل ممكن تكون في اضرار اخرى ممكن تحدث في الايام القادمه بالنسبه للمناطق المتاخمه لجوار النيل يعني؟ النشره نحن طبعا يعني بالنسبه لنا عندنا وزاره الري والاقتصاد ديل طبعا شركاء قريبين معانا في الاليه بتاعتنا دي، فبيمدونا دائما بالتقارير عشان احنا ناخذ التحوطات بتاعتنا اللازمه يعني. فمن التقرير اللي وصلنا تقرير اليوم يعني بيجي بعد الساعه 10 تقريبا، بيوصلنا بعد 10 يعني. لكن من تقرير الامس وما ما ما يعني قريناه فيه ولخصنا فيه، يعني نحن بنعتقد الليله الغطاء بتاع الخرطوم طبعا هم موزعين الغطاءات ذات الخرطوم في النار عبرها يعني موزع كل السودان للغطاءات، فقطعنا نحن بالنسبه للمنسوب مستقر يعني، اول ما يقولوا لنا الغطاء مستقر في قطاع الخرطوم ما مستقر يعني، بالتالي نحن يا في الليفل اللي احنا موجودين فيه حاليا بتاع امس اللي هو كان 64 او 66 سبعة طائر 264 و66
يعني ما حتحصل لنا فيه زياده، طالما مستقر معناته ما حيكون فيه زياده لو ما يعني فيه تدني بسيط. الاخر انه نحن ذاته يعني عندك انت التصريف الخارج من الدين ده برضه بيحكم لك، يعني التصريف لما يكون عالي جاي من الدين عالي معناته انت بيجيك في لحظه في الخرطوم بيكون عندك عالي، يعني بمر بكل المناطق بيوصلك انت. فنحن زي شايف برضه في استقرار من هناك، في استقرار يعني. فنسال الله يعني احنا متوقعين يعني خلال الاسبوع ده يعني ان شاء الله يكون الوضع يستقر يعني. نعم في استقرار في امين امين ان شاء الله، ان شاء الله نشهد استقرار في مراسيم الدين ولو 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 كان نسبيا حتى انه كل الناس تستريح. باشمهندس عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم اللجنه العليا لاثار السيول